أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الضابط في إظهار الدين في بلاد الكفر كي لا يكون البقاء هنالك من مولاة الكفار؟ الضابط أن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويظهر دينه، ما هو بإظهار الدين أنك تصلي وتصوم فقط، بل أنك تبين بطلان ما هم عليه وحقية الإسلام وتدعو إلى الله، هذا هو إظهار الدين كما بينه المشايخ في رسائلهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.